نسافر دعم القتل حقه ونشوف قصة القتال يعني. ما في أي مشكلة. الشعب يا اقوى اقوى. انا طلعت عشان الليله يوم المراه وعشان المدنيه بتنادي بالديمقراطيه وبحقوق المراه ورافضه لحكم العسكر، وان شاء الله باذن الله منتصرين. نحن خارجين علشان نقول نحن ضد العسكر وضد الجنجويد الحاكمين البلد هسه والقاعدين يتحكموا في مغاليد الحكم، وعشان نجيب دولتنا المدنية.